تجربة كويسة جدا جدا. يجي ويكفي في أول سنة عامل طفرة كبيرة جدا، هو المثلث الثالث بعد أزاح الإسماعيلي اللي هو افترض المثلث، وأزاح المصري اللي هو افترض، وهو يعني في أول بداية ينافس على القمة. طبعا ده طبيعي لأنه استجلب لاعبين جيدين وعنده الإمكانيات إن كمان يدعم بلعيبة أحسن. ماديات فرق كبيرة جدا جدا جدا. لك أن تتخيل مثلا في الفترة اللي احنا بنعيشها دي، الصراع كان بين الأهلي وبيراميدز على إيريك، وبعدين الولد يفضل يعني قريت إن هو رغبة، يعني شوف الخريطة اتغيرت، رغبة الولد إنه راح بيراميدز. طبعا مفيش شك عشان فرق الماديات بشكل كبير جدا. كان الأول لما بيجي لعيب مثلا كنت ماسك إنبي والعرض العدود يقول له اختار رايح جاي يقول لك الأهلي على طول. فطبعا لابد يعني أشيد بالتجربة، وما زالت حتى الآن عمل حالة جيدة جدا في الدوري.